الاماراتي صافره البدايه في ثاني اللقاءات. ان شاء الله منتخب مصر في اللقاء القادم حيكون مع المنتخب السعودي يوم الثلاثاء ان شاء الله، ويختتم لقاءاته يوم الجمعه امام المنتخب الاماراتي صاحب الارض. كره تتلعب من حسين حسن، اربع حراس مرمى في تشكيله المنتخب العراقي، تشكيله المدير الفني راديش نيشل. تتلعب الكره العاليه الاماميه، هرب اسامه فيصل من الطرف اليمين، ممكن عرضيه، اسامه يلعبها حلوه، تسديده رائعه، ولكن يتصدى لي حسين عامر. الله رمي تماس لصالح المنتخب المصري الاولمبي جنب الرايه الركنيه. احمد عيد يلعبها جوه 18، اسامه فيصل يردها حلوه، لكن يطلع يا ولد حسين حسن حارس المرمى ويمسك توصل له كوره سعد لاحمد عيد. لكن بص، اثنين من مصر قدام اربعه من العراق، هي دي المشكله ان الكثافه العدديه دايما موجوده لصالح المنتخب العراقي. تترد لصالح المنتخب الاولمبي. يا ولد، عدى كريم الدبيس ناحيه اليمين، اخلص من الكره بسرعه مصطفى يلعب الكره العرضيه حلوه، يا ولد خلص في المرمى. التسديده فين يا قطه، ولكن ضربه ركنيه تخبط وتطلع. فلسطين، بصوا حضراتكم، ادي الكره العرضيه وهي نازله، توقعها يا راجل، توقعها وهي نازله وحطها من مره واحده، لكن كانت بيحصل في الماتشات الوديه. ولادنا يتعلموا. ادي الكرة العرضية خطيرة ويطلعها حمزة علاء. هل في هدف؟ ما اشرش المساعد الثاني، وادي التسديدة وبجوار القائم ويقع حمزة علاء اللي حامل الراية الثاني. الكرة عدت بشكل غريب، ازاي تعدي دي من الكل؟ يا راجل روح لها بدماغك، ما تروحلهاش برجلك. مين اللي راح في الكرة اللي فاتت دي برجله؟ بصوا حضراتكم رايح يشتت برجله، روح بدماغك يا راجل طلعها. اعتقد حسام عبد المجيد هو اللي وقع على الارض. يجلي كوره وترجع تاني على حدود ال 18 لمنتصر محمد من ابرز لاعبي المنتخب العراقي. ادي اسامه فيصل والتاكلينج اللي عمله اللاعب حسن خالد على اسامه فيصل بعض اللقطات، ودي راسيه اللي اشترك فيها احمد قطه مع حسين حسن حارس. تترد مره ثانيه، ادي الانطلاقه من الجبهه اليمنى، منتصر هادي يلعب الكره الاماميه، لكن طالع حمزه علاء وبطن رجله يحطها بامان بره الملعب. رمي التماس لصالح المنتخب. يلعب منتصر الكرة خطيرة، لكن يا ولد يا حمزة، يا ولد التألق. يرجع لحسين حسن، لازم نضغط هنا، بيحاول يحضر المنتخب العراقي. ممكن نضغط وممكن ناخد الكرة، اهو هو ده الكلام. يا ولد يا شحاتة، يا ولد ممكن يسجل، يلعب الكرة العرضية، يلا أسامة. يا ولد لا يا ولد، ضغطنا صح، خطفنا صح، لعبنا العرضية صح، وأسامة فوز. لكن الصح الأهم في كل دول ما اتعملش، الصح الأهم في كل دول الفينش، اللمسه الاخيره. اسامه فيصل حب يحطها على شمال الحارس حسين حسن، لكن تمر بجوار القائم. خلي بالنا من العرضيات، يلعب الكره العرضيه برضه في منتهى الخطوره، لكن من على القائم الاول. تتلعب، وادي حمزه بالبوكس يطلعها على قوس ال 18، يقلش مصطفى، وادي التسديده، ولكن حمزه يخليها جوه الملعب. يا ولد يا حمزه، يلا الهجمه المرتده حلوه من حمزه، يلعب الكره الاماميه لكن ما يوصلهاش احمد قطه الاقرب. الاهتمام بالهجمه المرتده، هنا ممكن نسجل ان شاء الله. محمد شحاته على الارض ناحيه اليمين لمصطفى سعد، واحد على واحد ممكن يعدي. تسديده حلوه يا مصطفى حلوه منه الكوره وتوصل عند اللاعب حسين خضير اللي بيحافظ عليها، ولكن صفرت نهايه الشوط الاول من حكم اللقاء بدير بجمهور الحكم الاماراتي. نهايه الشوط الاول في البطوله الوديه اللي بتقام بالامارات الشقيقه بين منتخب مصر الاولمبي والمنتخب العراقي الاولمبي، 0-0 في انتظار معطيات الشوط الثاني بعد استراحه قصيره. على شاشه عمر خضر، احمد نادر حواش، عمر الساعي، ماجد هاني، ومحمد شحاته، ومحمود جهاد، خطر هجوم حسام اشرف واسامه فيصل. دايما بيحط الكره على الارض وبعد كده يلعبها برجله ويتسبب في مشكله، يعني عملها اكتر من مره ومصمم عليها. وادي فرصه لاسامه فيصل، ولكن الكره تطلع بضربه ركنيه لصالح منتخب، وادي بيعتذر لكن كررها اكتر من مره. ودي اللقطات، كره عرضيه تتلعب حلوه، ولكن الرقصه يا دفاعيه، تطلع ركنيه من الناحيه الثانيه، تطلع ركنيه من الناحيه الثانيه، هيلعب الركنيه صابر بعد دقيقتين من بدايه الشوط الثاني. تتلعب العرضيه، تعدي مش ممكن يا حسام، في الاولى ما يتوقعهاش، والثانيه يشتتها مش ساكن، يسدد في الشبك اللي بره الملعب. ادي الكره اللي مرت، لكن محمود صابر بيلعبها بامتياز، بيلعبها الاهم بقى دلوقتي. كريم الدبيس يلعبها لمحمود صابر، عايز يلعب للتشيب الامامي، المره دي مش لحد صابر، توصل سهله لحسين حسن. فهذه البطوله وقوي لمحمد شحاته يعدي من الطرف اليمين لمصطفى سعد، مصطفى يضم لجوه ويلعب العرضيه على القائم البعيد لقطه، استلم هنا قطه يلعب العرضيه المره دي حلوه برضه على القائم الاول، لكن الكره القصيره ممكن تترد له مره ثانيه. يا ولد على المهاره من محمود صابر لمصطفى سعد، يلعب العرضيه، الراسيه يا حسام،
الرأسية يا حسام دي جاية لك مظبوط لكن في السكة. المرة دي محمود صابر. يلا يا محمود يلعب الكرة العرضية والرأسية العراقية تترد تاني. محمود صابر بيحاول يوصل لها. في لعيبة كده مؤثرة. مصطفى سعد يغير اللعب ناحية الشمال عند أحمد قطة. كنترول حلو من قطة عايز يعدي لكن محافظ على الكورة. عدى من واحد وعدى من الثانية. يا ولد قطة يعدي من الثالث ولا مصطفى توصل لمحمود صابر. فرصة للتسديد. يلا يا صابر تسديدة تترد ولكن الفولو فين؟ مفيش فولو. سمعني أخيرا محمود صابر قلت لكم عندنا ثلاث شويطة في الملعب واحد منهم يجرى أولهم لسه 0-0. منتصر محمد يلعبها في الطرف اليمين لنهاد محمد. نهاد عايز يلعب الكرة البينية جوه 18 في منتهى الخطورة المنتخب العراقي وأدي التسديدة وحمزة علاء يا ولد شوف بعد المجهود ده كله شوف بعد لكن تتلعب الكرة العالية محمد طارق يا ولد يا جهاد يستلم ويلعبها اماميه لمسه حلوه لاسامه لكن طويله زياده عن اللازم يطلع من مرمى حسين حسن ويمسك اللقاء توصل عند احمد نادر حواش هل يلحقها بالفعل بيلحقها ويخليها جوه الملعب نادر بقوه جسمانيه رجع لكريم الدبيس يلعب الكره العرضيه حلوه وردي الراسيه لكن خطفها حسام عشره خطفها من على القائم الاول وتوصل ممكن يخطف هنا من الكره العرضيه ومن الكره الثابته تتلعب الكره العرضيه وادي الراسيه والحمد لله الحمد لله في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة جاي عمر خضر لكن هيلعبها صابر من مرة واحدة محمود صابر يلعبها شورت كورنر لعمر خضر يردها لصابر مرة تانية العرضية وادي العرضية حلوة حلوة فرصة للتسديدة لكن المنتخب العراقي ملتزم أمامية عند حسام أشرف يردها لمين؟ يردها بقول لحضراتكم نازل مش جاهز حسام أشرف مش مجهز نفسه انه ينزل الماتش ترجع للمنتخب العراقي في منتهى الخطورة يعدي ويفوت مش ممكن مش ممكن مش ممكن اللاعب عمر عبد مجباس يعدي وادي الكرة اللي ممكن حمدي مرة تانية لمسة ترجع لورا لجهاد الكل بيدور على صابر صابر بينية لحسام يلا حسام ممكن تعدي لكن يحط رجله ويطلع كرة ضربة مرمى لصالح المنتخب العراقي لعبها له صابر على الأرض لعمر خضر عمر واحد على واحد عايز يعدي ويلعب العرضية ادي العرضية تعمل السويرف وتوصل سهلة في ايد الحارس حسين حسن كريم الدبيس يحط رجله لحسام عبد المجيد حسام بيلعب بالنار حسام تترد للمنتخب العراقي بعض الكور اللي فيها ثقه زياده طلع يا راجل طلع العب السهل تترد تاني فرصه للتسديد حكم اللقاء وادي الهدف وادي الهدف اللي بقول لحضراتكم عليه حذرنا كتير من الكره دي وادي الهدف لصالح المنتخب العراقي من اللاعب هلو فائق اللاعب البديل هي الكور دي استهتار بالكوره مش عيب تطلع الكوره بره مش عيب تشتت الكوره لقدام مش عيب ابدا مش عيب يعني المنتخب العراقي ادي الكوره بص حضراتكم في حد يلعب كده يا راجل في حد يشتت بعرض الملعب والفرقه مضغوطه كوره مش ممكن مش ممكن فيها فاول بقى ولا ما فيهاش فاول فيها قرار صح من حكم اللقاء ولا قرار خطا المهم نتعلم من الاخطاء المهم نتعلم من الاخطاء استقبال هدف بشكل غريب بشكل غريب باخطاء بايدينا وهدف اول لصالح المنتخب العراقي الاولمبي ومعها صافره نهايه المباراه المباراه الثانيه لصالح منتخبنا الاولمبي امام المنتخب العراقي استحواذ لمنتخب مصر فرص لمنتخب مصر خاصه في الشوط الثاني ولكن هدف المباراه الوحيد كان للاعب هيلو فائق البديل لصالح المنتخب العراقي الاولمبي